زين انا رفيشتي متزوجه طلع اسقعد حق زوجها تروح الجمعيه من ورا شو سريع اقولك اقولك شغله وراحت القادره عشان تطلع الفلوس وردت لا حول ولا قوه الا بالله والله ما حول ولا قوه الا بالله من المول تطلع لحق صاحبها بالضبط. ضبطت المباحث الإلكترونية الكويتية المدون السعودي أحمد العنزي طليق الفاشونيستا الكويتية سارة الكندري، وذلك بعد تعمده نشر مقطع صوتي لها أساءت خلاله لبنات القبائل. وقالت منصات إعلامية كويتية عديدة إن الفاشونيستا الكندري أفادت أثناء التحقيق معها أنها لم تتعمد نشر المقطع، وأن طليقها وهو من قام بالنشر للإضرار بها، حيث تم حجزه لحين عرضه على النيابة. وكانت المباحث الإلكترونية قد أوقفت في وقت سابق الكندري بعد انتشار مقطع صوتي منسوب لها يتضمن إساءات موجهة لبنات القبائل، علما أنها نفت ذلك عبر مقاطع بثتها عبر حسابها على سناب شات. وقالت في المقاطع إن التسجيل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مفبرك وأنه تم التلاعب به، واتهمت طليقها بفبركة تسجيل لها من خلال أحد البرامج الصوتية، مؤكدة أنها تكن الاحترام للقبائل وأن الكثير من صديقاتها من بنات القبائل بالفعل. كم شخباركم واشتاقت لكم قاعد تصير سوالف، بس أنا مالي شغل بهذا كله لأن هذا كله ما يخصني وكله تأليف وإخراج. ثاني شيء على عيني وعلى رأسي البدو، بالعكس حبايب قلبي، وأنا ما غليت ولا تماديت على القبائل، القبائل كلها على رأسي وأحبهم، بالعكس أنا صديقاتي ورفيجاتي وحبايبي كلهم دويات كلهم. ثاني شيء اللي قاعدين يطلعون سوالف وكذي، اذا عظمة لسانهم يقولون ترى في برنامج يغير ويسوي، يعني فعلا يعني انت مغير بالاصوات ولاعب ومسوي، وكم مره ينباق سنابي خلاص، يعني فاهمين الغمند الافلام والرياكشن اللي قاعد يصير ستوب، علشان شي ما راح ارد، هذا اخر سناب. اي لاف يو واهل البدو والقبائل. احب اقول لكم يعني احنا كلنا نقدر نمثل ونقدر نفلم ونقدر نقصقص فيديوهات ونقدر نشيل ونحط ونسوي قص ولصق ونسوي نسخ ونسوي نطلع برامج، بس انا مالي بهالامور وعيب عيب، يعني مو انا اللي اعلم العيب والافلام والرياكشنات، عشان شي ما راح ارد كل يوم يا جماعه اليوم في قصه شنو قصه نيه باكر قصص وما قصص، ولو قصة قولوا شعر، وإذا ناقصكم شيء أنا أعطيكم أي فيديو حبكم، هذا قاصركم وأنا أطرش لكم، ليش تسوون وهمية؟ أعطيكم الصجي، لا تسوون وهمية وتقصقصون وتألفون وتشذبون، الله يغرب لبليسكم شنو هاد. المهم إن أنا حبيت أوضح لكم، مو أي شيء تشوفونه تصدقونه هذا شيء غلط، يا ما ناس تبلت يا ما ناس ضرت، بس أنا إيماني بالله قوي الحمد لله إنزين، فالله بياخذ حقي والقانون ياخذ حقي، بس في ناس مريضة عبالها الجمهور محكمة وقضاء، ما يصير عندكم شيء امشوا بالقانون، خلوا شغلكم قانوني مثل ما أنا قاعدة أتعامل شغلي قانوني، مو أطلع وأفضح، عيب عيب عيل، ذا أنا سويت فيني كذي بعيال بنات الناس شو بتسوي فيهم؟ شو بتسوي ورايين جل؟ بقول لكم شغلة، انتظروا القصة بعد، في قصص عندي كثيرة كثيرة وزيدوا عليكم بالف عافية، بعد خلاص كل شيء طلع على المكشوف، طلعت السوالف أوكي، بس القانون راح ياخذ مجرى، أحبكم وايد. وفي سبتمبر أيلول الماضي أعلن العنزي طلاقه رسمياً من الكندري، وذلك من خلال مخالعة تمت بين الطرفين مقابل تنازل الزوجة عن نفقة العدة والمتعة والنفقة الزوجية المتجمدة. ونشر العنزي عبر حسابه على تطبيق سناب شات صورة الوثيقة الرسمية الصادرة عن محكمة الأسرة في إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل الكويتية،
في المقابل ردت سارة بنشر صورة الوثيقة عينها على وقع أنغام بعض الأغاني السعيدة بعدما هاجمت طليقها بتهمة لا أخلاقية. وقالت في فيديو متداول: يعني الحين إذا كنت أنا بروحي مطلقة منك ما يصير أسوي شيء. يذكر أن محكمة الاستئناف في الكويت أيدت أخيراً حكم محكمة التمييز بتغريم الكندري وطليقها المدون أحمد العنزي مبلغ 10,000 دينار، ما يوازي 33,000 دولار أمريكي، في قضية الإخلال بالحياء ومخالفة الآداب العامة في تطبيق سناب شات. وتضمن حكم المحكمة استيفاء جميع الغرامات مع تعهد كل من المتهمين بعدم ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر أي فيديوهات مخلة بالآداب العامة بدولة الكويت. ونجت سارة من السجن 2 وفق الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الكويتية في شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام 2020، والذي استأنفته خلال عام كامل وقع خلاله الطلاق من زوجها.